تجديد العقود سي المنصف محمود بن صالح وطه ياسين الخنيس. والله بالنسبة لتجديد العقود أنا احنا رئيس النادي معناتها خذا على عاتقه نيغوسياسيون مع اللاعبين هذوما، فهموا على كل البنود، ولكن لحد اللحظة هذه تم تصح حتى عقد. بالنسبة للأيام القادمة أي لاعب ميصححش يعتبر ما هوش موجود في رصيد البشري النادي الصفاقسي.